كل سنة وانتم طيبين. حاجة مهمة جدا حبيت اعمل الفيديو ده علشان احذركم منها. كنا زمان يعني ده القديم مش الموضة بقى الجديدة الحديثة وصلنا حديثا، كان السرقة بتحصل سرقة السوشيال ميديا ان تلاقي الاكونت بتاعك اتلطش، تلاقي الاكونت بتاع الانستجرام اتسرق. دلوقتي بقى جديد الحقيقة بيحاولوا يسرقوا الواتساب، وفي ناس يا حرام بتقع وفي ناس بتبقى متحذرة وبتاخد بالها. فأنا عايزة أحذر أكتر عشان تاخدوا بالكم. أنا الحمد لله كان في واحدة صاحبتي حصل معاها الموقف ده طبعا، وكانت في مأساة بسببه إنهم سرقوا الأكاونت بتاعها، بيسرقوه بهذه الطريقة اللي حصلت معايا بالظبط النهاردة تحديدا. أهو بيجي لك كده أهو، يقول لك ايه اديني الرقم اللي جاي لك علشان خاطر اذا الاكاونت بتاعك اللي موجود نتاكد ان هو مش فيك اكاونت، والا انه الاكاونت بتاعك وال بي كلوزد within 24 hours، فانت تتجنن وتتخض وتتلبش بسرعه ويجي لك على مسج زي ما هو كده اهو جاي لي رقم. مفيش داعي يعني اطلع برضو الرقم just in case، لان احنا معرفش بنتعامل مع مين الناس دول العصابات بتاعت السوشيال ميديا دي. يجي لك رقم فعلا فانت تتخض فتروح مديهم الرقم، وبعدين رحت انا عامله لهم بلوك لان انا كنت عارفه من قبلها بيومين من صاحبتي ان حصل معاها كده. يقوم بقى للبجاحه عنوان، بجد يا جماعه انا ما شفتش بجاحه زي كده، ناس بجحه. هو دلوقتي انا عملت له بلوك، فقوم ايه بقى اتفضل بيتصل. شايفين يا جماعه شايفين احنا وصلنا لحد فين؟ فخلي بالكم من فضلكم لانه دي السرقه الجديده، لانه انتوا لو اتسرق الواتساب بتاعكم هي كارثه، اي حد الواتساب بتاعه هيتسرق هتبقى كارثه. خلي بالكم عشان حاولوا يسرقوني، انا مش عايزاهم يسرقوه حد فيكم. وناس كتير يا حرام عندها كوارث بسبب القصه دي، وابتدوا بقى ايه يجيبوا بقى ايه كل الناس اللي جوه الواتساب اللي سرقوه بقى كل حاجة بقى جوه، ويبتدوا بقى ايه يساوموك ويساوموا الناس اللي عندك. وكارثة كارثة يا جماعة، كارثة بجد. ممكن يكون عندك ارقام بنوك، ممكن يكون عندك اي حاجة في الدنيا، ارقام خزنة، اي حاجة. عارف يعني ايه لما الواتساب بتاعك حد يخترقه ويسرقه؟ خلي بالكم خلي بالكم، ربنا ينجينا من شر السوشيال ميديا دي. الحقيقة يعني بقت كارثة اليومين دول، مش عارفة عايزين يعملوا فينا ايه اكتر من كده، وياخدوا مننا ايه، وعايزين يوصلونا لحد فين. خلي بالكم كل سنة وانتم طيبين يعني.